يوم التطوع العالمي. يحتفل العالم في كل عام وتحديداً في الخامس من كانون الأول باليوم العالمي للعمل التطوعي، وبتوصية من الهيئة العامة للأمم المتحدة، حيث دعت الجمعية العامة في 17 من كانون الأول عام 1985 الحكومات إلى الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للمتطوعين، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحثها على اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية، وتحفيز المزيد من الناس من جميع مسالك الحياة على تقديم خدماتهم كمتطوعين في بلدانهم وفي الخارج على السواء. أهمية العمل التطوعي تعزيز البنية المجتمعية، فإن قيام الفرد بالأعمال التطوعية تعود على المجتمع بفوائد هامة وتقوي شبكة التواصل بين أفراده. القضاء على التوحد والتفكك المجتمعي، يعتبر العمل الاجتماعي من أفضل الوسائل العلاجية لتلك المشاكل الاجتماعية. نماء التنمية الاجتماعية، إنما يميز العمل التطوعي أن آثاره الإيجابية على المجتمع تدوم طويلاً ويعود بالنفع على الفرد الواحد، حيث يحسن من الصحة الجسدية الذهنية ويحارب الأمراض النفسية كالاكتئاب. تعزيز شعور احترام الذات عندما ينخرط الفرد وهو في مرحلة الشباب بالأعمال التطوعية، فذلك يكسبه الشعور بالثقة والاحترام لذاته.